الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج علي بأي أحوالكم تفخرون الطين الذي خلقتم منه ام بالنطفه المذره التي تتوالدون منها ام بالجيفه القذره التي سوف تكونون عليها ام بالعذره تحملونها معكم اينما ذهبتم في الحياه الدنيا نعم هي هذه الحياه القصيره الحياه الدنيا هذه الحلقه الصغيره جدا في حياه الانسان هذه الحياه الدنيا التي يغادرها الجميع كل في وقته واجله ولا يخلد فيها احد يفنون جميعا ويرحلون الى الله جميعا في مسير طويل يبتدئ بفتره الاحتضار طالت او قصرت ويستمر في طقوس ومراسم التشييع والدفن وصولا الى تلك الحفره المظلمه وهي القبر دار الوحشه دار الغربه دار الظلمه دار الوحده تنفتح فيه الأبصار والبصائر على ما خفي في الحياة الدنيا، ويعاينون هناك ما لم يألفوه ويشاهدوه، يصف ذلك كله، يصف ذلك كله أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، فيقول: اي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا والجديدان هما الليل والنهار في اي منهما ظعنت في اي منهما رحلت فهو الباقي وهو الدائم عليك يعني هما سيان تذهب في ليل او تذهب في نهار انت ذاهب الى قبر مظلم انت ذاهب الى تلك الحفره أنت ذاهب إلى ذلك الموقع الذي حده معلوم يستكثرون عليك شبر زيادة بيعطوك أبدا متر بمترين أقصى حد أي الجديدين ضعنوا فيه كان عليهم سرمدا شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافوا ورأوا من اياتها اعظم مما قدروا فكلا الغايتين اي الجنه والنار مدت لهم الى مباءه اي الى ما يرجعون اليه في الاخره طبعا تصوير رائع من امير المؤمنين يقول امير المؤمنين في ذاك القبر في ذاك الدار ما اظن انه هي مجرد نوم هانئه والله نايمين الى يوم القيامه، لا ابدا منذ ان تدخل الى قبرك يبدا الثواب او العقاب تشاهد هناك من الاخطار افظع مما تتوقع في المستقبل تشاهد هناك من الايات من المعاجز من البينات اعظم مما تقدر، يعني كلنا ممكن نفكر انه شو بده يكون في هذا الامر؟ أو عبارة عن مكان ضيق شو حيكون فيه من النعيم أو من الجحيم لا لا فيه ما لا تتوقعون ويفتح لك منه إما نافذة إلى الجنة وإما نافذة إلى النار فيمد لك إلى مباءة أي إلى حيث مكان التبوء حيث مكان الاستقرار حيث المكان الذي ترجع إليه في الآخرة يعني منذ تلك اللحظات الاولى تعرف مكانك وتعرف مقامك وتعرف مالك ومرجعك وهذا معنى انه وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هناك ترى ما لا يمكن ان تراه في الدنيا مجرد ان تدخل في هذا الباب تتفتح لك الامور تنفتح امامك كل هذه المساحات التي كانت خفيه فاتت مبالغ الخوف والرجاء فيعيش الانسان حاله الخوف كما يعيش حاله الرجاء فلو كانوا ينطقون بها يقول لو ارادوا ان يحدثوكم لعيوا لعجزوا بصفه ما شاهدوا وما عاينوا ولقد شاهدوا كثيرا لقد شاهدوا من اهوال الاحتضار وشاهدوا مما يمر على الانسان وهو يشاهد احبابه واقاربه وارحامه يحملونه على رؤوسهم هذا يبكي هذا يلطم هذا يصرخ وفي نفس الوقت يشاهد الاموال قسمت الازواج تزوجات الاحفاد الاولاد ربما انشغلوا ببهارج الدنيا بزخارف الدنيا يشاهد المواقع التي كان يحتلها المناصب التي كان يتبوأها وقد قسمت من جديد لأشخاص كان يتنافس معهم عليها وكان حضوره مانعا من وصولهم إليها كلها هي وصلت إليهم لقد شاهد ما فيه فرحا وما فيه سرورا وما فيه حسرة وندامة وغيظا وغضبا لقد شاهد امورا كثيره فلو كانوا ينطقون بها لعيوا لعجزوا بصفه ما شاهدوا وما عاينوا طيب ولئن عميت اثارهم ما عم يقدروا يحكوا فنحن انقطع عنا خبرهم وانقطعت اخبارهم ولكن في طريق لكي نتعظ بهم ما هو يا امير المؤمنين لقد رجعت فيهم ابصار العبر وسمعت عنهم اذان العقول يقول امير المؤمنين عليكم ان تصلوا الى اخبارهم عليكم ان تتعرفوا اثارهم من خلال احوالهم من خلال احوالهم التي فيها كل العبره فيها كل العظه عليكم ان تتعرفوا الى اخبارهم من خلال اذان العقول لا من خلال الاذان الحسيه تسمعون كلمه من هنا او كلمه من هناك، يعني من خلال عقلك تفكر ان تتامل انه هي هي النهايه الغني والفقير الظالم والعادل التقي والفاجر هو هن تكونوا اثنين في قبر الى جانب بعضه بعضا ها هي النهايه حاشا لله وين عدل الله عز وجل؟ وين هذا العدل الالهي الذي يتجلى في اعطاء كل ذي حق حقه افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا بيجي الجواب من العقل لا يستوون طيب بالدنيا بنشوف بالعكس احيان الغني الظالم الجشع المرابي الغشاش الفاجر المعتدي بنشوفه هو المتمكن فلا يغرورك تقلبهم في البلاد هو لكل يوم ببلد ما شاء الله سياحه وجاه وعز وطائرات خاصه وسيارات ومواكب وما الى ذلك هو يعيش في النعيم الناس عايشه بلا كهرباء بلا ماي بلا خدمات وهو اصلا ما بيحس انه في انقطاع اصلا لانه ما شاء الله كل الخدمات مامنه من خلال الكهرباء العاديه ومن خلال اشتراكات وموتير خاص وما الى ذلك اصلا لا يشعر معنا هو اصلا في جنته ونحن في جحيمنا واخر شيء بنوصل نحن وياه الى هذا القبر وخلاص في امان الله انتهت المساله هون هي النهايه هي نهايه الطريق لا حاشا لله تبارك وتعالى هذا العقل يوصلك الى ذلك ما في حاجه ويجي حدثك ما في حاجه انه يجي يقول لك والله طلع في يوم قيامه والله طلع في يوم حساب نحن بانتظاره والله هناك حساب عسير هناك سؤال من ملكين هناك سؤال عن كل صغيرة وعن كل كبيرة ما في ضروري يجي يكفي أن تفكر بذلك يكفي أن تتدبر في ذلك لقد رجعت فيهم أبصار العبار بس أهم شيء أن تكون أنت ممن يعتبر وسمعت عنهم آذان العقول وتكلموا من غير جهات النطق ما نطقوا بلسان صحيح ولكن أجسامهم تبين حالهم. قبورهم التي بعد فتره تتكسر ربما وتفتح في بعض الاحيان وشوفوا ما لحال شوفوا تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. شوفوا تلك العظام التي تحللت تفتتت. شوفوا تلك التي كان الوجوه التي كان يضرب دونها الاستار والكلل وين صارت؟ كيف اكلها الدود؟ كيف تفتتت؟ هذا اللحم الطري هذه الاجسام ما شاء الله الممتلئه لانه ما بياكلوا الا افضل طعام والناس بتاخذ عن المزابل هذه كلها تتقشر عنهم لا الجلود تبقى لا اللحوم تبقى ضل برجع هيكل العظمي مهترئ اسود فقالوا هذا قالوا بلسان الحال كلحت الوجوه النواضر اي تكشرت هي الوجوه التي كانت حسنة باسمة ما بيطلع الا مهندم حاله ما بيطلع الا والضحكة على وجهه ما بيطلع الا وحاله ومرتب وريحه وما الى ذلك هذا كله شو؟ هذا كله ما عاد الوجود في ذاك العالم كلحت الوجوه النواضر النضرة الحسنة الباسمة وخوت الاجساد النواعم هي الاجساد اللي كانت ناعمة ما بتلبس إلا الحرير ما بتلبس إلا الثياب الرقيقة أصبحت بنيتها خاوية تهدمت تفككت فعلا ما بضل حتى هيكل عظمي تتفكك العظام تشوف يد هنا عظم يد هنا وعظم يد هناك عظم رجل هنا وعظم رجل هناك والرأس يلهو به حيوان هنا أو هناك وخوت الأجساد النواعم بعد ولبسنا أهدام البلا وين الثياب الرقيقة الناعمة الغالية الثمينة وين الماركات ما بيلبسوا إلا ماركات وين ما بيلبس القطعة إلا يوم يومين أسبوع أسبوعين يلا شيلوها أتونا بغيرها هذه أحيانا بصير عندهم هوس في تكديس الثياب في تكديس المقتنيات في شراء ثياب وغيره هذه كلها وين اللي بفكر بتلك الدار بتكون هذه كلها عظات له ولبسنا اهدام البلا شو نزلونا نزلونا بكفن ممنوع ان يكون مفصلا هذا معنى المخيط مش انه ما يكون في اطرافه خيط احيانا نحتاج نحط له خيط او كذا ما في مشكله المهم ان لا يكون مخيطا يعني مفصلا ممنوع يكون له يعني اماكن لادخال الايدي او لادخال الارجل انه ببلش الموديلات فالله تبارك وتعالى ممنوع يكون في موديلات كل موديل واحد إزار ومئزر ثم هذا اللباس الاخير الذي يستر من الراس الى اسفل القدمين وهذا اللي بيكون من القطن الابيض وسرعان ما يتفاعل القطن لانه هو من النبات بالنهايه يتفاعل مع التراب اسرع مما يتفاعل غيره ربما من صوف او ما الى ذلك فيتفاعل مع التراب وسرعان ما يبلى يعني إذا بتكشف يمكن بعد سنه سنتين اصلا ما في كفن وين راح الكفان راح ولبسنا أهدام البلا التي مصيرها البلا الفناء وتكأدنا ضيق المضجع نعم هذا المضجع الضيق مهما وسعته ليش بدك توسعوا هذا بنزدوه على يمينه أحيان بعض القبور لضيق المقابر اليوم وعدم وجود أوقاف جديدة وما إلى ذلك صاروا بنزلوه على اليمين كذا بده يقلب على ظهره ما فيه بنزلوه احيانا وما عاملين له القبر بمقدار طوله تماما فبيكبسوه كبس من جهه الرجلين او ما الى ذلك هذا مضجع ضيق، قبر ضيق وتكاءدنا ضيق المضجع وتوارثنا الوحشه الوحشه نحن نعيشها صباحا مساء ظهرا عصرا هلا الواحد منا احيانا بيعيش الوحشه في حال الحياه عندما يفارقه احبته كذا لكن سرعان ما يستبدل بهم أحبة جددا أقاربا جددا أرحاما جددا وهكذا أصدقاء جدد لكن هناك لا هناك الوحشة من جيل إلى جيل أصلا هو دار وحشة وتبقى الوحشة حاضرة من جيل إلى جيل كل ما دخل فوج عاشوا الوحشة يعني هؤلاء البيجو ما بيانسوا أولئك وإنما هؤلاء الجميع يتوارثون الوحش جيلا بعد جيل والغربة جيلا بعد جيل وتهكمت أي تهدمت علينا الربوع الصموت هذه التلال هذه الأراضي هذه التربة هي صامتة هذه بين فترة وأخرى بصير في زلزال بصير في تغير يعني جغرافي كذا جيولوجي معين فتتهدم عليهم فعلا نشوف أحيانا أنه خلاص تعود الأرض كما كانت بتصير مقابر من جديد في هذا المقام فهذه تهدمت عليهم هذه حتى الحفر الداخلية الموجودة التي تحميهم سواء كانت لحدا يعني إلى جانب القبر أو من خلال البلايط اللي بحطوها اليوم في الدفن الحديث هذه كلها بتروح مع الزمن وتهكمت علينا الربوع الصموت فانمحت محاسن أجسادنا وين هذا الوجه الصبوح راح وتنكرت معارف صورنا من رآنا اليوم إذا واحد طلعناه من قبره قلنا له شوف هذا صاحبك هذا قريبك هذا خيك هذا بيك هذا ابنك هذا زوجتك هذا زوجك اعوذ بالله هذا زوجي هذا زوجتي اعوذ بالله اصلا لا نستطيع ان نميزهم لولا الدي ان اي وفحوص الدي ان اي ما بيميزون عن بعضهم لا يعرفون الرجل من المراه وطالت في مساكن الوحشه اقامتنا تصوروا لي ماتوا من ايام نوع من ايام ادم سلام الله تعالى عليه لا زالوا في تلك المساكن لازالوا في عالم البرزخ لازالوا في عالم الانتظار وطالت في مساكن الوحش اقامتنا ولم نجد من كرب فرجا نحن نعيش حاله الكرب حاله الغم حاله الهم واين الفرج لا فرج لا ننتظر لا نامل ولكن لازلنا نعيش الكرب ولا من ضيق متسع ما حدا بيقدر يخلصنا من هذا الضيق فأمير المؤمنين بيعطي العظة فلو مثلتهم بعقلك من خلال عقلك وانت قاعد ببيتك مش ضروري تروح وتجي كثير انت قاعد ببيتك حلل أين أجدي أين أبي أين عمي أين أخي أين 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 هؤلاء وين راحوا فكأنهم لا كانوا في هذه الدنيا طب هؤلاء وين هن الآن بهذا المنظر الذي وصفناه لك منهم من اطبقت عليه الارض منهم من بعدهم اجداد بس عشره خمسه عشرين سنه يمكن بعدهم اذا بتروح بتلاقي شويه عظام بتشيلها وتحطها على جنب تدفن غيره في مكانه هذا في يوم من الايام ربما كان سلطانا هذا ربما كان اميرا هذا ربما كان ملكا هذا ربما ملك مشارق الارض ومغاربها هذا ربما كان فرعون زمانه هذا ربما كان جبارا هذا ربما كان في رقبته عشرات القتلى هذا ربما هتك حرمات كذا وكذا من الناس كل يوم كله يصل إلى هذه الحالة يصل إلى الحالة الذي وصفناها لك بس أنت شوي فكر بعقلك فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك يحكشف محجوب الغطاء هذا ربما للأولياء للعرفاء للصالحين لكن العقل حاضر عند الجميع ما ضروري تكون في تلك الرتبة العالية بالعقل تستطيع أن تصل وقد ارتسخت أسماعهم بالهوام أي أخذت أسماعهم بالنقصان من خلال دخول الهوام فيها الديدان فاستكت أي صمت ليش؟ لأنه أكلت طبلة آذانه إذا كان في مجال يسمعوا أول لحظات يسمعون في بعض الروايات يقولون يسمعون أقدام أرحامهم جيرانهم أقاربهم مشيعيهم تتباعد عن المقبرة آه تركوني وحيدا فريدا وين أولادي وين إخواني وين جيراني أين الذين كنت أدفع لهم أصرف عليهم أين الذين كنت أجيشهم أهيجهم إذا بس بشير بأصبعي بتنزل الملايين على الطرقات هم بقى ينفعوك هؤلاء شوف أقدامهم تتجه بعيداً عن خلص أنت الآن أصبحت مدبراً هذا آخر يوم لك من أيام الدنيا وأول يوم لك من أيام الآخرة وراحوا يفتشوا على زعيم جديد وعلى قائد جديد وعلى من يرتزقون منه ومن ينتفعون منه أنت مع ما عاد ما فيك تعمل شيء أموالك راحت جاهك راح هذه سنة الحياة فأسماعهم انعدمت صمت من خلال دخول الديدان فيها واكتحلت أبصارهم مش بالكحل المعطر اللي بيجيبوه معهم من حج أو غيره وإنما اكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت فقئت وين هاي العيون اللي بتحسوا بديرها يمين وشمال بتحسوا يعني ما عارف لو شو عم يطلع كل فكره وكل عقله عم يطلع من عيونه وبقولوا أنه وميض العيون أحيانا يكشف عن ذكاء صاحبه يوم في القبر في ذاك العالم هاي العيون كلها بتشوفها مخسوفة مفقوءة وتقطعت الألسنة ما شاء الله بيحكي الساعة والساعتين وثلاثة وما بيهدى وما فيك ليه جوابه تحت باطه كل ما تجي من طريق بردك من طريق بتفوت لعنده متظلم شاعر حالك مظلوم بطلعك انه انت الظالم وانه هو المعتر المسكين اللي بذل كل حياته وكل امواله وكل كذا في سبيل خدمتك بس انت نكار جميل مثلا وما اكثرهم عاده هيك بيعملوا الزعماء باتباعهم هيدي الالسن تتقطع في ذاك العالم وتقطعت الالسنه في افواههم بعد ذلاقتها بعد ان كانت ما شاء الله حاده كالسياط تجلد خصومها هناك الكل يخرس الكل يصمت الكل لا يستطيع ان ينطق لا تسمع الا همسة وخشعت الاصوات للرحمن هناك لا يتحدثون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اذا ما بيجي الاذن ممنوع تحكي وهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها همدت كانت ما شاء الله قلوب ضاجة بالحياة بحب كل شيء تحسوا هيك ما شاء الله روح الشباب فيه مثلا هناك أبدا جثة هامدة يقلبونها على المغتسل بعدين بحطوها بهذا الصندوق التابوت وصولا إلى القبر بنزلوه بالقبر بحطوه على أي جنب يريدون ما بيقدر يقول شيء ما بيقدر يقول بدي أو ما بدي أرغب أو لا أرغب بالحياة كان ما يرضى بهيك أبدا كان يقظ كان فطن كان يضج بالحياة وعاث في كل جارحة منهم جديد بلا في كل يوم يبلى بلاء جديداً يتحلل ويفنى بطريقة أول يوم تتقشر الجلود ثاني يوم تبدأ, العضاء تبدأ اللحوم ايضا بالتقشر وإخراج الدم وإخراج القيح وما إلى ذلك بعدين تبدأ حتي هي اللحوم بالتساقط في كل يوم لها حالة جديدة من التحلل من الفناء من المنظر القبيح الذي تصير فيه وعاث اي افسد في كل جارحه منهم جديد بلا سمجها يعني جعلها قبيحه وسهل طرق الافه اليها نعم جعلها عرضه للافات عرضه للامراض للاوبئه عرضه للفناء للزوال جعلها كما قلنا تتحول إلى عظام مفككة يا بس أنه هيكل عظمي ثابت لا لا هيكل متفتت اليد في مكان الرجل في مكان الرأس في مكان الأسنان في مكان طبعا الأوعية الأوردة كذا هيدي أصلا تزول نهائيا هي تتكفل بها الحشرات تأكلها وتتغذى عليها وتدعي لك وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات هناك استسلام فلا ايد تدفع شو بدك تدفع فيك تقول له لجي... لعزرائيل ممنوع فيك تقول لهي له الديدان على صغرها ممنوع تقربي صوبي بالحياة الدنيا ما في أشطر منك مش على الديدان ما في أشطر منك على الناس هيدا بتظلمه وهيدا بتضربه وهيدا بتقتله وهيدا بتعزله وهيدا بتنفيه وهيدا بتهدده وهيدا وهيدا لكن هناك لا فلا أيد تدفع حتى الدودة تصل وتدخل حيث تريد وتخرج من حيث تريد وليس بإمكانك أن تفعل شيئاً معدودة. ولا قلوب تجزع هناك ما في قلوب تخاف عليك قلوب تريد لك الخير لو طلعت عليهم بهاي الحال شو لرأيت هذا جواب جواب لو فلو مثّلتهم بعقلك يقول تتضح لك النتيجة لرأيت أشجان قلوب هموم هذه القلوب عليها أكداس من الهموم وأقذاء عيون في العيون قذى ألم شديد بعد أن تتعرض لما تتعرض له بعد كل هذه الصورة التي رسمناها واعذرونا يعني على الصورة القبيحة لكن هذه الصورة الواقعية هذه الصورة الحقيقية هذه الصورة التي كل منها كل منا واصل إليها ما في مهرب هلا قبيحة قبيحة مؤلمة مؤلمة لكن هذا هو الحق هذا هو الواقع هذا هو الذي ينبغي أن نتحضر له هذا الذي ينبغي أن نتعظ به وأقذاء عيون لهم في كل فظاعة صفة حال لا تنتقل وغمرة أي شدة لا تنجلي نعم هم يعيشون هذه الفظاعات هي الشدائد وهذا أمر معروف دلتنا عليه الآيات والروايات ودلتنا عليه وقائع الأمور دلتنا عليه ما يحصل كثير من المقابر تنكشف ويختلط الحابل بالنابل ويختلط الغني بالفقير ويختلط فلان بفلان وبيخدوهم كلهم عظام مفككة بحطوهم بمكان لندفن غيرهم إذا هذه ما فيها عبرة هي ما فيها عظة هي الشدائد هي المصائب هي الفظائع الا تستحق ان نتامل فيها؟ الا تستحق؟ يمكن بشويه كلمات خفنا، بشويه كلمات حزنا، بشويه كلمات هيك انقبضت قلوبنا، الا تستحق هذه ان تنقبض قلوبنا بالمعنى الايجابي لنكون من عباد الله؟ لنكون على خط طاعه الله؟ لنكون من اولياء الله؟ فلعل الله ينظر الينا نظره رحيمه في ذاك الموقع، في ذاك الموضع، فينجينا، قد لا ينجينا من هي الامور الماديه تتفكك عظامنا لكن اقله تكون ارواحنا في محل رضا اقله ارواحنا في نعيم اقله ارواحنا يعني تتنعم بما اعد للمتقين عند الله تبارك وتعالى خب اذا هذا حال اجسادنا خلي الارواح تنجو اما اذا كانت اجسادنا هي حالتها وكانت ارواحنا في الجحيم وارواحنا في النار وارواحنا في البلاء وارواحنا في العذاب فتلك هي الخساره الكبرى تلك هي الخساره العظمى تلك هي المصيبه الكبرى التي نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا منها بحق محمد وال محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين